وفي لعيب زي ما قال لك كابتن هاني صديق بعت تقارير للنادي الاهلي والزمالك ان اللاعب ده ايمانويل ولا مانويل اللي هو الواد رقم 9 ايمانويل كلوتي انا بقولها بطريقه شيك عشان معلش عشان كلوتي كلوت بيك شارع كلوت بيك كلوت بيك شارع كلوت بيك شارع كلوت بيك دوت واخد بالك انا منبهك ليه وبعدين انت من اول دقيقه الواد عامل معاك افنت وحطها لك في البعيده وبوش رجله الخارجي الله ده لعيب فعلا عملها لك وجت في العارضه طب خد بالك